السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصف الخامس الابتدائي الترم الاول. والنهاردة هنبتدي نشرح الدرس السابع ونشرح الدرس الثامن كمان، وبكده نكون خلصنا المحور الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدرس السابع اسمه استراتيجيات البحث عن المعلومات، يعني ازاي بنبحث عن المعلومات لو مطلوب مننا مثلا ان احنا نقدم بحث معين في موضوع معين، وقسمونا لمجموعات في الفصل وكل مجموعة مطلوب منها ان هي تعمل البحث ده عن موضوع معين. فاحنا دلوقتي مثلا مجموعة من 4 افراد او من 5 او من 6، المفروض ان احنا مطلوب مننا بحث عن موضوع معين. ازاي بقى نقدر نعمل البحث ده ونبحث عن المعلومات الخاصة بالبحث بتاعنا او بالموضوع بتاعنا على الانترنت، بحيث ان احنا نوصل للمعلومات السليمة ونقدمها بشكل كويس كمان. فهو هنا قسم لنا الخطوات بتاعت البحث عن المعلومات ل4 خطوات. اول خطوة لازم نعمل تخطيط للبحث بتاعنا، تخطيط لبحثك. تاني خطوة تحليل المعلومات التي حصلت عليها، لازم نحلل المعلومات اللي احنا حصلنا عليها ونشوف ايه المهم منها وايه اللي هو غير مهم. تالت حاجة لازم نتأكد من صحة المعلومات دي، مش اي مصدر من مصادر المعلومات بيكون موثوق فيه زي ما عرفنا قبل كده، فلازم ناخد المعلومات من مصادر موثوق فيها بحيث ان احنا نقدر نعتمد على المعلومات دي وتكون سليمة. رابع حاجة تقييم وانتقاء وتنظيم المعلومات، بعد ما بحثنا وخططنا البحث بتاعنا وحللنا المعلومات بتاعتنا، شفنا ايه المهم منها وايه هو غير المهم، وبعدين اتأكدنا من صحة المعلومات دي، لازم بقى نقيمها وننتقي منها وبعدين ننظمها. نحط بقى المجموعة بتاعت المعلومات اللي هنحطها في مقدمة البحث، والمعلومات اللي هنحطها في البحث نفسه، والمعلومات كمان اللي بتلخص الموضوع كله بتبقى في الخاتمة. يبقى كده احنا عملنا لها تنظيم، نظمنا المعلومات بتاعتنا. هنا بيقول لنا كمان للحصول على بحث فعال وجيد يجب عليك اتباع التالي. علشان بقى نعمل بحث فعال وجيد كده يبقى كويس ويتقبل مننا، لازم نتبع الخطوات التالية. اول حاجة لازم نختار موضوع البحث بتاعنا، ومثلا احنا مثلا فاتحين موقع جوجل او اي سيرش او اي موقع بحث، محرك بحث. فاول حاجة بنختار الموضوع بتاع البحث بتاعنا قبل ما نكتبه في البحث علشان نقدر نبحث عن الموضوع بشكل سليم. لازم نكون مختارين قبل ما نبتدي نبحث عن المعلومات، لازم نكون مختارين موضوع البحث بتاعنا. قبل ما نبحث عن اي حاجة لازم نكون مختارين موضوع البحث بتاعنا. تاني حاجة قم بتقسيم موضوع البحث الى موضوعات فرعية اصغر. لازم بقى يعني مثلا احنا بنتكلم عن موضوع معين، مثلا وليكن مثلا انواع الفواكه والخضروات، فطبعا هنقسم الموضوع ده بحث كبير. هنبتدي نقسم الموضوع ده لموضوعات فرعية، فمثلا هنتكلم اول حاجة عن الفواكه والخضروات اللي بتبقى موجودة في فصل الصيف، تاني حاجة انواع الفواكه والخضروات اللي موجودة في فصل الشتاء، ايه اللي موجود في طول السنة، ايه هي انواع الفواكه والخضروات مثلا اللي بتكون فيها سكريات اعلى من غيرها، وهكذا. فدي اسمها موضوعات فرعية اصغر. انت بتقسم كده الموضوع البحث لاجزاء صغيرة بحيث ان احنا ندور على كل جزء ونوصل للمعلومات الخاصة بكل جزء بشكل سهل. تالت حاجة بيقولك حدد ماذا تعرف عن موضوع البحث وما ينقصك. لازم الاول نشوف احنا نعرف ايه عن موضوع البحث بتاعنا، وبعدين احنا ناقصنا ايه كمان من معلومات عن البحث ده علشان ندور عليها ونوصل لها. فمثلا يعني زي ما قلنا موضوع الفواكه والخضروات دي، مثلا لو احنا مثلا عارفين انواع الفواكه والخضروات اللي بتبقى موجودة في فصل الشتاء، عايزين نعرف بقى ازاي هي بتتزرع او بتتزرع فين، او ايه الصفات الجيدة بتاعت كل نوع من انواع الفواكه وهكذا. فانت بتشوف انت عارف ايه وبعدين بتدور على الجزء اللي انت مش عارفه. رابع حاجة بيقولك حدد لكل زميل من زملائك معلومات يبحث عنها.
طبعا احنا زي ما قلنا تقسمنا مجموعات، فان احنا دلوقتي مجموعة من مثلا من 6 افراد، من 6 طلبة، ومطلوب مننا بحث معين. المفروض كل زميل او 2 زملاء، من الافضل ان هم يكونوا 2، يدوروا على مجموعة من المعلومات معينة، بحيث ان هو كل واحد فينا يبقى عليه الشغل بتاعه، وبالتالي كل واحد فينا يبقى عارف هو مطلوب منه ايه، ونوصل لبحث كويس وسليم. فعلشان كده هو بيقولك هنا: ومن الجيد ان يبحث زميلان عن نفس المعلومات ويتشاركا نتائج بحثهما. يعني كل 2 يدوروا على نفس المعلومات، وبعدين يشاركوا بعض في النتائج بتاعتهم علشان تبقى المعلومات سليمة. 5 بيقولك: حدد كلمات مفتاحية لموضوع البحث. زي ما قلنا احنا خلاص اخترنا موضوع البحث، لما نيجي بقى نكتب في مواقع البحث على الانترنت لازم نكتب الكلمات المفتاحية، الكلمات الخاصة بالبحث بتاعنا. زي ما قلنا مثلا في موضوع مثلا يعني الخضروات والفاكهة، ده هنكتب مثلا في موضوع البحث الخضروات لوحدها، بعدين الفاكهة لوحدها، بعدين وهكذا، تبقى محدد الكلمات المفتاحية اللي انت هتدور عليها. وبيقول لك هنا: مرادفات للكلمات وكلمات متشابهة لها معاني مختلفة. يعني استخدم كذا كلمة، مش لازم كلمة واحدة، علشان توصل لكل المعلومات الخاصة بالموضوع اللي انت بتدور عليه. ولا تكتب جمل كاملة، ما تكتبش الجملة كاملة، علشان هو لما بيلاقي جملة كاملة بيجيب لك الحاجة المتعلقة بالجملة دي بس، فانت تكتب كلمة واحدة او كلمتين، بحيث ان هو يجيب لك كل المعلومات الخاصة بالكلمة دي، وبالتالي تقدر تلاقي معلومات كتيرة وتقدر تنتقي منها اللي يناسبك. 6 شارك نتائج بحثك من خلال عرض تقديمي مناسب ومنظم. زي ما عرفنا في برنامج العرض التقديمي اللي هو بيسموه الباوربوينت، اللي احنا اخدناه في الدروس اللي فاتت، فنحن نقدر نشارك المعلومات اللي وصلنا لها والبحث بتاعنا من خلال ان احنا نعمل عرض تقديمي مناسب ومنظم باستخدام برنامج زي برنامج الباوربوينت، ونعرضه قدام زمايلنا، والعرض بيكون شيق وجميل. يبقى كده دلوقتي احنا عرفنا ازاي بنبحث عن المعلومات. تاني حاجة علشان نوصل لبحث فعال وجيد مفروض ان احنا نعمل ايه. وبكده نكون اخدنا الدرس 7، تعالوا نروح للدرس 8 مع بعض. الدرس 8 مشاركة المعلومات، لسه كنا بنقول على مشاركة المعلومات وازاي نعرضها ونشاركها بشكل كويس. الدرس 8 اسمه مشاركة المعلومات. طبعا بيقول لك هنا: توجد عدة طرق لنشر ومشاركة المعلومات مع الآخرين عبر الإنترنت. إحنا عرفنا إن في شبكات وأنواع من الشبكات مختلفة. هنا بيكلمنا عن الشبكات المقفولة والشبكات المفتوحة. الشبكات المقفولة زي الإنترانت اللي إحنا اتكلمنا عنها في الدروس اللي فاتت، وشبكة الإنترنت اللي إحنا عارفينها وهي مفتوحة لكل الناس تقدر تشوف المعلومات اللي عليها على طول. فبيقول لك هنا: أول حاجة إزاي ننشر المعلومات عبر شبكة الإنترانت، وهي مشاركة المعلومات ونشرها من خلال شبكة مغلقة. إحنا عرفنا إن الإنترانت هي شبكة مغلقة، واللي مش عارف المعلومة دي يقدر يرجع للدروس اللي فاتت هيفهمها وإحنا شرحينها بشكل مستفيض. فأول حاجة الإنترانت هي شبكة مغلقة. إحنا ليه بنشارك المعلومات بتاعتنا على شبكة مغلقة بيننا وبين مجموعة من الأشخاص محدش غيرهم يقدر يشوف المعلومات دي؟ ده طبعا هنا بيقول لك: وذلك للحفاظ على هذه المعلومات، لذلك فهي أكثر أمانا. طبعا المعلومات اللي أنا بشاركها على الإنترنت دي بتكون معلومات مهمة، وبالتالي بتكون في أكثر أمان، لأن أنا عارف أنا بشاركها مع مين، مش مع كل الناس. وهنا بيقول لك: المعلومات ممكن تشاركها على الإنترنت مثل البيانات الشخصية وحياتك الشخصية وأفكارك وأبحاثك وملفاتك. طبعا دي حاجات انت ممكن تشاركها على الانترنت لان هي شبكة مغلقة، وانت عارف انت بتشارك المعلومات دي مع مين، شخص شخص. اما لو هي انترنت مفتوحة لكل الناس، اي حد انت تعرفه او ما تعرفوش يشوفها، فمش هتقدر تحط البيانات الحساسة دي زي البيانات الشخصية وحياتك الشخصية وافكارك وابحاثك وملفاتك، دي ما تحطهاش على الانترنت. هنا بيقولك بقى: نشر المعلومات من خلال الانترنت، الشبكة الانترنت اللي مفتوحة لكل الناس. فبيقولك هنا: وهي مشاركة المعلومات ونشرها من خلال شبكة مفتوحة للجميع. وطبعا هنا بيقولك: ولكن هذه المعلومات تكون معرضة للخطر، لذلك هي أقل أمانا. طبعا المعلومات اللي انت ممكن تشاركها على الانترنت مثل الإعلانات، الأخبار العامة، قرارات الحكومة، أي معلومات عامة تقدر تشاركها على الانترنت
لأن هي معلومات عامة مش معلومات شخصية، فبالتالي حتى لو حد حب يستغلها ويعبث بيها مش هيعرف يضرك، لأن هي مش بيانات شخصية أو بيانات ليها دعوة بحياتك الشخصية. عرفنا طبعا إزاي دلوقتي بننشر المعلومات سواء على الإنترنت أو على الإنترانت، وإيه الفرق بين المعلومات اللي إحنا بننشرها هنا والمعلومات اللي إحنا بننشرها هنا وليه. بيقول لك هنا كمان إزاي نشارك المعلومات باستخدام برنامج المايكروسوفت إكسل أو جداول البيانات. إحنا اتكلمنا في السنة اللي فاتت عن برنامج الإكسل، واتكلمنا عنه كمان السنة دي في الدروس الأولانية من المنهج. برنامج المايكروسوفت إكسل أو جداول البيانات هو برنامج ده شكله طبعا زي ما احنا عرفنا كلنا قبل كده، هو ده الشكل بتاعه، والشكل بتاعه طبعا بيكون عبارة عن أعمدة وصفوف. الأعمدة دي طبعا بتكون بشكل رأسي، وكل عمود ليه اسم بحرف من الحروف الإنجليزية A أو B أو C أو D أو E أو F لحد آخر الحروف الإنجليزية، دي الأعمدة. أما الصفوف فهي بتكون مترقمة من 1 و2 و3 و4 و5 وهكذا. فطبعا ده عمود وده صف. العمود لما بيتقاطع مع الصف بيعمل لنا مربع كده، المربعات دي كل مربع من دول اسمه خلية، اسمه خلية. فبالتالي التقاطعات بين العواميد وبين الأعمدة والصفوف عاملة لنا مربعات صغيرة كده، المربعات دي اسمها خلايا. فده شكل البرنامج زي ما قلنا، وهو بيتكون من أعمدة وصفوف وخلايا اللي هي المربعات اللي احنا شايفينها دي. فبيقول لك الهدف الرئيسي من برنامج إكسل هو إجراء العمليات الحسابية وجداول البيانات. الهدف منه ان هو برنامج حسابي وبنعرض عليه الجداول بتاعة البيانات المختلفة. فهو برنامج عبارة عن مجموعة من الأعمدة والصفوف، وتقاطعهما تقاطع الأعمدة والصفوف بينتج خلايا، بيخلينا عندنا خلايا. بيقول لك عناوين الأعمدة عبارة عن حروف زي A و B و C و D. عناوين الصفوف عبارة عن أرقام 1 و2 و3 و4. عناوين الخلايا بقى بتكون واخدة رقم، بتكون واخدة اسم العمود اللي هو مثلا لو A هو دي الـ A مثلا، بتكون واخدة اسم العمود وبعدين رقم الصف. يعني الخلية دي اسمها A1 لأن هي موجودة في العمود A وموجودة في صف 1. طب الخلية اللي بعد منها دي مثلا هنا هوت، دي هتبقى اسمها B اسم العمود، وبعدين الصف هتلاقيها في الصف الثاني فهنسميها B2. الخلية اللي تحت بعد كده مثلا، الخلية اللي تحت هنا مثلا دي هتبقى واخدة اسم العمود C، وبعدين الصف 3 هتبقى في 3 وهكذا. يبقى الخلية بيبقى ليها اسم متكون من اسم العمود ورقم الصف. ازاي بنرتب البيانات او المعلومات ابجديا في البرنامج الاكسل؟ طبعا احنا كاتبين اسم مجموعة من اصحابنا مثلا احمد وعلي ومحمد وسارة وريتال، اسمائهم مكتوبة اهي في الخلايا اللي في العمود بتاع E، وطبعا الصف الثاني والثالث والرابع والخامس لحد السادس هم موجودين. طبعا احنا عايزين نعمل لهم ترتيب ابجدي، يعني الاسم اللي بيبدا بالالف يكون في اول القائمه، وبعدين الحروف اللي بعد كده في الاسماء اللي بعد كده تظهر بعد منه. فبيقول لك انت بتروح معلم على الخلايا اللي فيها الاسماء دي، تدوس عليها بالماوس كده، وبعدين بيقول لك تختار من شريط القوائم ده، ده اسمه شريط القوائم اللي فوق ده، تختار من المنيو بار القائمه بتاع الداتا، بتدوس على داتا دي. بعد ما بندوس على داتا دي بنذهب بيطلع عندك هنا اهوت مجموعه من اختيارات، تحت منها بتختار الامر سورت او فرز وترتيب، فبترتب لك الاسماء على طول بترتيب الحروف الابجديه بتاعتها. يبقى اول حاجه بنروح على شريط القوائم اللي فوق الاخضر ده، بنختار منه داتا، بيظهر لك اختيارات تحت منها، بتختار الامر سورت او افرز ورتب، فبيروح مرتب لك الاسماء على طول بشكل ابجدي، وراح جايبهم لك بالترتيب زي ما انت شايف قدامك. وهتلاقي حتى ترتيب الاسماء اتغير، بعد ما كانت مكتوبه بشكل عشوائي بقت الحروف الحرف الالف، لما بصينا بعد كده في الاسماء اللي بعد منها لقينا الره بعد الالف في القايمه، بعدين السين، بعدين العين، بعدين الميم. طيب احنا كده عرفنا ازاي نعمل ترتيب للبيانات حسب الترتيب الابجدي.
لو عايز بقى اعمل انشاء صيغ بسيطة مثل الجمع او الطرح او القسمة او الضرب في خلايا بتاعة البرنامج الاكسل، بنضغط على اي خلية زي الخلية دي مثلا. المفروض الخلية دي اسمها ايه يا اصحابي؟ هي موجودة في العمود ايه وفي الصف 1، يبقى دي اسمها ايه؟ شاطرين، A1. الخلية A1 دي انا دوست عليها دلوقتي وكان مكتوب جنبها في الاعمدة التانية 5 و6، فانا ضغطت على A1 دي ورحت دايس بيساوي، دوست على علامة يساوي في الكيبورد ورحت قايل ورحت ضاغط على ورحت ضاغط على الخلية اللي جنبها دي ورحت دايس زائد، وبعدين رحت دايس على الخلية اللي بعد منها ورحت دايس انتر. فانا كأني قلت للخلية دي ان المجموع بتاعك لما دوست يساوي، المجموع بتاعك بيساوي الخلية دي زائد الخلية دي، فهتلاقي هيظهر هنا عندنا 11. فهنا حتى بيقول لك اضغط على الخلية المراد انشاء صيغة بسيطة بها ثم اكتب علامة يساوي، دوسنا يساوي، بعدين ثم حدد الخلايا المراد اضافتها في الصيغة، قلنا يساوي هو هنا الخلية دي اسمها B1 العمود B وصف 1، والخلية دي C1 عمود C وصف 1. فأنا دوست على الخلية A1 وقلت يساوي ورحت مختار B1 ورحت دايس زائد ورحت مختار C1 ورحت دايس انتر. أول ما دوست انتر هتلاقي A1 ظهر فيها ايه؟ رقم 11 اللي هي 5 زائد 6، 5 اللي موجودة في B1 و6 اللي موجودة في C1. فبالتالي انا كده عملت ايه؟ عملية حسابية جميلة باستخدام برنامج الاكسل زي ما احنا شايفين قدامنا. ده اللي مطلوب مننا ان احنا نعرفه دلوقتي عن برنامج الاكسل، البرنامج الجميل ده، ان هو بيتكون من اعمدة وصفوف، والخلايا اللي جواه هي عبارة عن تقاطع الاعمدة بالصفوف مع الصفوف، وازاي نقدر نعمل تصنيف وترتيب للبيانات بشكل ابجدي، وازاي اقدر اعمل عملية حسابية بسيطة جوه الخلايا بتاعت برنامج الاكسل زي ما قلنا من شوية. بكده نكون انهينا درس النهاردة وانهينا المحور الاول. انتظرونا في حل الاسئلة بتاعت المحور الاول وحل اسئلة امتحان الشهر ان شاء الله. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.